خديجة علوش هي ممثلة بنت سلا، عندي 28 سنة صافي. أنا كنت ندير دراسات مغايرة بزاف على التمثيل، يعني ما كانش التمثيل عندي في بالي. كنت ندير الإجازة المهنية في العلوم والتقنيات والشبكات ريزو تيليكومونيكاسيون. من بعد كان عندي واحد المشكل، بغيت زعما باش نمشي نفوج على راسي ونخرج ديك الطاقة السلبية اللي عندي، فسمعت كاين محترف فنون الدرامية. مشيت درت دروس تحسيسية اللي هي عبارة على حصة واحدة في الأسبوع، كتمشي كتغير فيها الجو. ففاش دخلت لتماك لقيت راسي، لقيت داكشي هو اللي كيعجبني، داكشي هو اللي كنرتاح فيه، داكشي هو اللي كيتفوج عليا، هو اللي كنلقى فيه ذاتي. صافي وانا نبدا من تماك. درت الدروس النموذجية اللي هي عبارة على ثلاثة الحصص في الأسبوع، درت التكوين ديالي، وديك الساعة بديت نقلب فيما تنسمع شي ورشة ديال المسرح وداكشي كنمشي ليها. ومن بعد التحقت فرق مسرحية وبديت بالمسرح. نعطي الناس الفلوس. نعطي ميزانيات مزيانة باش الفرق المسرحية يخدموا على راحتهم، والممثلين يكونوا مرتاحين، يكون الديكور مزيان، يكونوا الجولات يعني في المستوى المطلوب، وباش كل شيء يخدم مرتاح. واحد الفيلم قديم ديال المخرج امير كوستاروكا جو بونس اندرغراوند، كان لو رول ديال ناتالي، فريمون داك لو رول شنقول لك، واعر 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 بزاف. تنظن اي ممثله شافته غتمنى انها تلعب، فريمون كان واعر. اييه ضروري ان شاء الله غادي تشوفوني في رمضان، عندي اعمال، عندي مسلسل تنخدمو مع علاء كعبون، وصراحه تجربه زوينه ومخرج زوين بزاف، ارتحيت معاه في الخدمه. وكاين مسلسل اخر مع سي علي مجبود اللي كنت قبل اشتغلت معاه في ساعه في الجحيم، وانا دابا كنعاود نشتغل معاه في عمل في رمضان. وكاين واحد السلسله بوليسيه غادي تكون في رمضان من الاخراج ديال السي داود ولاد السيد، حتى هو اشتغلت معاه في حلقه واحده. وكاين حلقات ديال مداوله، ثلاثه حلقات مداوله ان شاء الله غيشوفوني فيهم الناس، من الاخراج ديال المبدع رؤوف الصباحي. رؤوف الصباحي العائلة الدار. ما كتحسش براسك نهائيا انك في خدام، ولا كاين داك ستريس ديال خاصنا نكملوا لا جورني، ولا لا الدار. نهار تيعيطوا لي كنفرح انني غادي عند العائلة نتلاقى معاهم. علي مجبود مخرج متمكن، وفاش نكون انا خدامة معاه، خدمت معاه في ساعة في الجحيم، والتجربة الثانية هي هذا المسلسل ديال رمضان ان شاء الله. علي مجبود شي حد ديال الثقة، واللي كيعجبني بزاف في توجيه الممثل وكيفاش تيديريجي الممثل وكيفاش كيخرج منك الاحساس اللي هو باغي. انا بعدا كنحس براسي مرتاحه بزاف فاش نكون خدامه معاه. مفتكر السينما. سي مفتكر مخرج متميز بطبيعه الحال والكل شيء كيعرفو. خدمت معاه في اخر عمل سينمائي ديالو خريف التفاح شكل تاني. الصراحه كان واحد الدور اللي عمرني ما خدمت بحاله، انه دور صامت يعني في العمل، في الفيلم كامل كنشوفوا الدور ديالي اللي ما غنهضرش عليه دابا. كنشوف صامت، ما كنهضر ما حتى شي حاجه، عندي ريبليك وحده صافي هي اللي كاينه، ولكن تتحس براسك كتخدم، يعني كيخدموا الاحاسيس، تخدم الشوفات، النظرات، لي غوغارد، الفغ الكاميرا، يعني دور زوين عجبني بزاف وتجربه جديده. انا عزيز عليا الهضره بزاف الصراحه، هذيك المره سكتني مبتكر. تنوجه له تحيه خاصه. فاطمه الزهراء بن ناصر ممثله ممتازه، انا بدا كتعجبني بزاف 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 بزاف، والحلم ديالي انني نشتغل معها. حتى لدابا ما لقيتش فرصه انني نشتغل معها، ولكن نتمنى بزاف انني نشتغل مع ديك السيده. تنقول لهم نتمنى نكون ضيفه خفيفه تضل عليكم، وتكونوا عرفتوا شي شويه عليا، ولله يحشمنا.